اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، وحلقه مميزه، عام ميلادي جديد، عام سعاده وعام هنا يا رب على كل الساده المشاهدين. طبعا راحت 23 حلوه على ناس ووحش على ناس، محدش ينكر. في ناس طبعا توفاهم الله، وفي ناس ربنا يديهم الصحه وطيله العمر، ونتمنى لكل واحد فينا التوفيق يا رب بإذن الله تعالى، ونستقبل عام 24 عام السعادة وعام الهنا على شعب مصر الطيب، أبو قلب طيب، الشعب الجميل، وكل العالم العربي سعادة وهنا وخير وسرور على كل اللي بيتابعونا يا رب على شاشة القناة الأولى. ولكن كالعادة في بمناسبة رأس السنة بنعمل احتفالية، أسرة صغيرة مكونة من فردين من ثلاثة، إحنا المصريين وبعض الدول العربية بنعمل احتفالية بمناسبة رأس السنة. ولكن أنا ليا رسالة، أنا مش عايزك تكلفي وتجهدي جوزك، الحياة مش مستاهلة إن أنا أروح أجيب ديك رومي وأجيب فخدة ضاني وأعمل بقى حاجات ومهرجانات، بأقل تكلفة هتعمل السفرة وتمليها. تعالوا شوفوا هنعمل إيه مع بعض النهاردة. معايا بطاية حلوة والله العظيم جاية لي هدية، احتفظت بيها وخليتها أعملها لحضراتكم النهاردة بشكل جديد وبطعم جديد. تفاصيلها شعريه، شويه مكسرات، البطايه بتستوي يا دوبك تقول كاكي تكون جت هنا معانا، ونشوف نسويها مع بعض ازاي ونعملها بطريقه جديده. معايا رنجه النهارده كالعاده، احنا المصريين بنحب الرنجه والفسيخ من ايام القدماء المصريين. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله. هنعملها مشويه ونعملها مقليه ونعملها سلطه، واعمل تورتايه بمناسبه السنه الميلاديه الجديده من الرنجه والخضار، وهزينها بشكل وروح السنه الميلاديه الجديده. معانا فطير مشلتت النهارده من خلاله، وكلمة فطير مشلتت يعني الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تهنئة كبيرة بمناسبة العام الميلادي الجديد. هعمل الفطير المشلتت النهاردة أم علي. أم علي طبعا ما حدش ينكر إن هي حلو مصري، بنت مصري. هنعملها النهاردة مع بعض بالقشطة والعسل والمكسرات، حاجة حلوة كده لطيفة وجميلة. معانا كب كيك ست الكل تعمله لولادها بمناسبة رأس السنة، برضو واخد شكل وروح السنة الميلادية الجديدة. معانا عصير جميل، عصير مانجا لطيف وجميل، برضو بنقدمه لحضراتكم. وهنتكلم عن تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتنا، وإزاي تعدي اليوم الحلو ده ببهجة وسرور والكلمة الحلوة، ونورث لأولادنا وأجيالنا وكل الأسرة إزاي تخش السنة الميلادية الجديدة بنصايح كتيرة. نصيحتي لحضراتكم العمل ثم العمل ثم العمل. العمل هو اللي يخلينا نحقق أملنا، المذاكرة هو اللي يخليك تجيب مجموع كبير وتخش الكلية اللي نفسك فيها، إنك تشتغل كويس هتركب العربية اللي نفسك فيها وتحقق طموحاتك، بالشغل هتبقى السنة حلوة. خلونا نطلع فاصل صغير عشان نشوف هنعمل إيه النهاردة، أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل كالعادة كل سنة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بيكون لنا موقف ولنا دلال ولنا معزة بميلاد السنة الميلادية الجديدة، وبنهني كل الأمة الإسلامية وإخواننا المصريين والشعب المصري وكل الدول العربية. إن أنا هعمل دلوقتي بطاية بفكر بسيط وسهل، المبتدأ في المطبخ تعمله وست الكل تعمله، وحاجة سهلة كده مش مكلفة. مقادير البط على الشاشة بالشعرية والبرتقال، كلنا عارفين البط بالبرتقال دي حاجة أكلة معروفة. النهاردة هنعملها بطرق مختلفة، بط بالبرتقال مع الشعرية. معانا بطاية، الكل يتساءل فين البطاية، البطاية معايا مستوية جاهزة، ومعانا شعرية على النار بتستوي. احنا طبعا وقت الحلقة بتاعتنا صافي تقريبا مشفي 40 دقيقة، هل هنعمل في ال 40 دقيقة دي البطاية وتستوي؟ أبقى كداب، مش عايزين نبدأ السنة الجديدة بكذب، نبدأها بالصراحة. فالبطاية مستوية والشعرية على النار، الأم علي الفطير متقطع وجاهز، مش هنعمل فطير مشلتت لسه. العصير معانا جاهز بس عاملين جردش حلو كده وجو السنة الميلادية. الكب كيك عاملينه واخد برضو روح السنة الميلادية، وهكذا. البطاية هنبدأ نفصصها ونقدمها بشكل جديد النهاردة عشان تكفي العائلة والجيران والحبايب والقرايب. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة البطاية بعد ما بتستوي بالشكل ده كده، باخد اللحم بتاعها وأريحك من العظم كده وتاكليها على الجاهز. واحنا واقفين مع بعض كده بنشيل العظم من البطايه ونحتفظ باللحم. اخدك عظم اخليك لحم اهو، شفت اللحم بتاع البطايه اهو زي الفل. وعايزه تكسبي اللحم بتاع البط ده بعد ما تستوي يا ست الكل، حطها في التلاجه شويه وسيبها تبرد بره شويه، يوم اللحم يطلع معاك زي الفل كده اهو. بسم الله ما شاء الله، هوبر هوبر، بطايه متربيه على الغالي اهي. شفت الله الله على صدر البط، بتجيب لي صدر البطايه الحلو ده كده، شوف الحلاوه شوف الحمار. ده بط بلدي، خلي بالك تعرف البط بلدي مش بلدي ازاي، لما يكون اللحم بتاع الصدر احمر كده اهو،
الله الله، التفاصيل اهي شفتي مستويه، انا عايزها كده. اه الله، لوحدها بتسيب اهي. ساعات بنسوي البط يبقى شد كده معانا ويعمل لنا قلق واحنا بناكله. اه فين البط؟ الله الله، حلو قوي كده. بقى الاطفال والكبار ياكلوا من البط ده. مش هخلي عضمايه هنا، انا مش عايز عضمايه هنا. اه خدت البط ده كده بعد ما خليتها، يعني بط مخلي اهو، حلو، واخليه على جنب. تمام. والكبده بتاعه البطايه، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ والانصه بتاعه البطايه دي مناب، كانت امي رحمه الله عليها تشيل لي الانصه والكبده بتاعه البطايه، كانت تحبني شويه زياده. حلو، هناخد مع بعض الخضار اللي موجود عندنا. خضار ايه يا عم الشيف؟ شويه فلفله، شويه بصل، برتقان، الجو الحلو ده كده. ومعانا طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها قليل من الزيت ونبدا نشتغل مع بعض. حلو الكلام. ادي البصلايه، وادي الفلفل الملون مع الحار مع جزر مبشور. ده بقى ايه؟ بنغير منظومه البط خالص. اه ده خضار بالشكل ده كده، ونغرفها برضو بشكل حلو، جرنش لطيف. ده فلفل حار، فلفل اخضر بالشكل ده كده، هيخش على النار دلوقتي. عايزك بقى تعملي حاجه حلوه بمناسبه السنه الميلاديه الجديده، نصيحتي ليك يعني في مجال المطبخ بتاعنا، تعتبريها ايه؟ نقطه من اول السطر زي ما بيقولوا، اللي هو تاخدي التلاجة بتاعتك كده تعملي لها عمليه فحص، فرش بتاع زي ما بيقولوا. حلو الكلام، يعني تشوف ايه اللي فيها وتاريخ الصلاحيه، الاكياس اللي موجوده في الدرج بتاعت المطبخ فوق وتحت، تشوفي تاريخ الصلاحيه. 23 اركنيه على جنب عشان ما تفتكريهاش، خليكي في 24، وادعي في صلاتك وفي قيامك وفي كل لحظه سنه ميلاديه حلوه وسنه جميله بكل تفاصيلها. الطاسه على النار فيها قليل من الزيت. حلو. اه خلي بالك الشوربه بتاعت البطايه معايا، اه محتفظ بيها ليا شغل فيها. معلقتين زبده او سمنه. الله حلو قوي. ناخد الخضار بتاعنا ده كده بتفاصيله. الله الله، حلو قوي. ايه الجديد يا عم الشيف هنا؟ شكلك البطايه، احنا بنشوف البطايه سليمه ونفرح بيها. لا هنفرح ان شاء الله. نقلب الخضار ده كله. الخضار ده هيشرب عصير برتقان، ويتحط عليه برتقان، ويتقدم عليه برتقان. شفت الشقاوه؟ اه نقلب كده. معانا قليل من الدقيق، حلو، ونقلب الخضار مع الدقيق. معانا شوية زعتر، شوية روزماري، بنسقطهم هنا. ده الجديد بقى. اه ونقلب كده. ايه ده يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ انا بس اجيب بطاية بقى واحط معاها خضار وبوكيه جرنيه وادخلها الفرن واستنى واقعد جنبيها واضيع وقت على ما تستوي؟ ده خلاص كان في 2023 و22 و21. اه اول 24 لازم نقدم البط بشكل جديد وبلون جديد. مقولة الشيف الشهيرة، تفاصيل صغيرة ولكن بطعم جديد وبشكل جديد. اه الدقيق مع الزبدة مع الخضار على النار، والنار بتاعتنا شديدة. معانا شوربة البطاية جاهزة، نشيلها من هنا خالص. حلو تمام. وتعالوا مع بعض نتبل الخضار بتاعنا ده. البرتقال يحب ايه؟ شفت بقى المدرسة الطهوية بقى، البرتقال ما يحبش لا كمون ولا كزبرة. عشان نبقى واقعيين شوية، لما تعملي حاجة بالأناناس بالبرتقال بالتفاح، الفواكه غير الخضار، الفواكه معززة نفسها شوية، مش أي حد تتعرف عليه. توابل البرتقال حاجات بسيطة، قرفة، فلفل أسود، شوية كركم من لونه وهكذا. أهو شفتي ده فلفل أسود، كركم، ده البرتقال، خلي بالك. اه شويه ملح، ده البرتقال، حلو، شويه بابريكا، ده البرتقال. اوعي إيه الكمون والكزبره هنا، هياخدك على سكه طبق الفول، طبق المدمس، احنا مش عايزينه. هنقلب كده. اه ده على النار، اشم ريحه الدقيق بتحمر في السمنه او الزبده بالشكل ده كده. ومازال معايا شوربه بطايه حلوه،
متربيه على الغالي، بتعرفي البط ده حلو ولا مش حلو ازاي من ريحه الشوربه بتاعته. شوربه ريحتها حلوه ما فيهاش زفاره، نعرف البطايه متربيه على الغالي. واحنا في الريف المصري والصعيد المصري للامانه ولغايه دلوقتي الكرمه، تلاقي البط قاعد معانا على السفره ايده سابقه ايدي في الاكل، اه على الطبليه من الاخر. الشعريه معايا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت الشعريه الجميله دي مستويه؟ باخدها كده اقلبها، فلفله ازاي؟ لون الشعريه حلو ازاي؟ اه دي جاهزه. حلوه ولا حادق؟ طبعا واخده ملح واخده فلفل واخده سمنه بلدي وحمرتها وسويتها بايه يا عم الشيف؟ بشوربه البط وكمان شويه شوربه بط. ونقلب. شفت ازاي الشعريه؟ هو دي فكت ازاي وضحكت ازاي اول ما شمت ريحه الشوربه اهي. شفت ازاي؟ كمان شويه ده الشعريه. اه حلوه قوي. تمام هنقدمها دلوقتي الشعريه بتاعتنا زي الفل على النار كده. دي شعريه حلو، والخضار جاهز معانا. يلا بينا يلا بينا. شوف البطايه رايحه على فين؟ ده كله مع البط. هو ده بتكاكي وتقول اهاتي. هو ده هو ده بس خلاص. فين البط؟ احنا مستنيين البط، منتظرين البط، عايز نشوف البط. سيبها تغلى على النار. القوام معانا برتقان يا استوفندي يا ابن عم البرتقان. حلو دي كمان ناخد العصرة دي. الشكل ده كده اخد العصير بتاعها ينزل كده. حلو وبرضه نفس القصة عصير برتقال بإيدك كده تعصريه عشان تحس بالإيه؟ بحلاوة البرتقال. حلو زي الفل. بقية البرتقالة دي ناخدها بالشكل ده كده. اه طبعا البرتقال يتغسل، وبعد ما يتغسل يتنشف بمنديل. وناخد البرتقال ده كده جرنش في قلب الخضرة. الله هتعمل ايه في الاخر يا عم الشيف؟ اصبر على رزق. معانا عود زعتر حاطينه، ده عامل زحمه نشيله. شفت القوام بتاع الصلصه جه منين؟ من الدقيق اللي انا حمرته في الزبده وانا بحمر الخضار. احفظي معايا. ده خلاص مش عايزه، نشيله كده بالراحه. هو ده. ونقلب الخليط ده كده. الله شفت الانسجام؟ هو ده. يلا بينا بقى نغرف البطايه بتاعتنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب السرفيز الحلو ده كده. السرفيز استانلس زي ده كده. حلو. وناخد الشعريه بتاعتنا الحلوه. نسقطها هنا كده. اوف مغرفه حلوه. اروح بقى اجيب ديك رومي ليه؟ ما انا معايا شيف شاطر اهو. عدى اليوم ببطايه حلو، والبطايه جايه هديه مش دافع فيها فلوس. الخضار بتاعنا اللطيف الجميل موجود معانا. الله بص الخضار بقدمه ازاي؟ اهو ده الخضار بتاع البطايه، بحطه هنا كده. خضار واخد البهريز بتاع البط. الكفر بتاع الخضار ده والتلميعة بتاعة الخضار دي جاية من معلقة الدقيق اللي أنا حطيتها ولمعت بيها الخضار. في طعم البرتقال فيه، الشعرية فيها طعم البرتقال فيها، وأنا شغال كده واحدة واحدة. ده الخضار غطيت بالشعرية. آه البط اصبر عليا لسه ما خلصتش، زعلنيش منك تقوليش فاصل دلوقتي. معايا البهريز الحلو ده. حلو الكلام اهو زي الفل. هناخد البطايه دي يا عم الشيف، جمال البطايه وحلاوه البطايه نرصه كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت انت البط تقدم بالشكل ده قبل كده؟ بالله عليكي قوليلي سمعيني. اه كبده انصه
ايه اللي دي؟ ايه اللي دي؟ بص 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 دي يا مخرج ده، شوف الغلاف ده، شوف البرتقال عامل ازاي؟ بص دي على فين؟ اكلها اكلها اكلها، هي دي، شفت ازاي؟ اهي 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 اهي. يا ويلي شفت الفكر الجديد ده؟ اه بس طبعا انت هتجيب منين بقى حد يسلق لك بطايه وجاهزه تطلع معاك في 3 دقايق؟ الحلقه شغاله بقى لها قد ايه يا شباب؟ كملناش لسه 15 دقيقه، صح يا استاذ رحاب؟ اه ناخد البهريز وخلصت البطايه، علشان البطايه دي لو انا عملت لها حفله مزيكا وعملت لها اللي عمرها طبعا ما هتستوي في الوقت ده. هناخد الصوص ده كده، هو ده هو ده، يلا بينا. هو ده اهو، ده البط بالبرتقال وحصري مع بداية سنة ميلادية جديدة 2024، بدأناها بالجديد وهتبقى كل حاجة فيها جديدة إن شاء الله، اللي هو بط بالبرتقال مع الشعرية على طريقة المغازي. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل معانا فطير مشلتت، معانا مهرجان الرنجة مشوية مقلية حصري، تورتة الرنجة بروح السنة الميلادية، ومعانا كمان العصير بتاعنا، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، اخواننا في الاستوديو وفي الكنترول والاساتذه المصورين وكلهم طبعا، وفريق العمل اللي انا اعتبر اخر واحد بادي مجهود فيه، بهنيهم طبعا فرصه بمناسبه السنه الميلاديه الجديده، ولكن بيسالوني طب فين البطايه؟ احنا عايزين نقول للضيوف انا عامله بطايه دي تاهت ما بين ان تكون فرخه، تاهت ما بين لحم، اهو يدوق ياكل، مش بيقول لك الميه تكدب الغطاس، بتعرف تعوم؟ انزل وريني شطارتك في العوم. يدوق بعد ما يدوق طعم البرتقال والبطايه الحلوه دي كده هنعرف اذا ده برتقال ولا فراخ. لازم نقدم حاجه جديده ولازم تكون مميزه جوه العيله وجوه الاسره. حلو الكلام؟ هتيجي تقولي لي ايه الاحمر ده اللي نازل على البرتقال؟ دي بطاطس بوريه واخده لون الاحمر. ما انا قلت لحضراتكم الاكل بتاعنا الجرنش البرزنتيشن التقديم كله هيبقى واخد روح السنه الجديده. فدي بطاطس بوريه عاديه خالص تقدري تاكليها، واخده لون احمر مسموح بيه ومصرح بيه غذائيا معتمد. حلو الكلام؟ ما لقيتيش لون احمر هتجيبي حبايه بنجر وتسلقي البطاطس مع البنجر، شفت احلى من كده مفيش واروع من كده مفيش، سلقت البطاطس مع البنجر هتديكي نفس اللون. انا هشتغل دلوقتي في الفطير المشلتت، معانا قشطه ويجعلها سنه قشطه، بننزل بالقشطه على المشلتت، اللي ياكل من الطبق ده يدعي لي. طبعا اللي عنده كوليسترول بلاش، عنده دهون زياده بلاش، دي اكله كده واخد بالك اول يوم في السنه، شويه مكسرات حلوين من الفول السوداني على اللوز على الزبيب، يا مزاجه لوز على جوز الهند، شفت الحلاوه؟ هو ده كل ده جوه الفطير المشلتت. اه ودرجه حراره الفرن عندي كام؟ يعني 120 100، ما تبقاش عاليه قوي. حلو الكلام؟ اه ومعانا عسل، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ومعانا حليب بيغلى على النار. ناخد الحليب ده يا عم الشيف ونسقطه على المشلتت. يلا بينا. طب احنا متفقين ان احنا نبدا السنه بالصراحه وبالوضوح. والكذب حرام. الفطير المشلتت مش انا هاجي اعمل المشلتت دلوقتي وامسك وارق عجين الفطيره جايه شاريينها. الحليب على النار بيغلي عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشيه معانا ازاي. تقولي فين الفطير؟ انا مش شفتوش عمل فطير. عايزك يا حاجه كده تدعي لي دعوه حلوه مع سنه ميلاديه جديده. فطير اعمله ازاي؟ فطير جايبه جاهز، وادي الحليب نزل على الفطير المشلتت ونزلت القشطه بتاعتنا، والحليب يكون ساخن ما ينزلش بارد من فضلك، وينزل على القشطه اللي طالعه من الثلاجه الحلوه دي كده، بتتكلم مصري اكيد حماتك ربنا يخليها لك يا رب، وتزور النبي جايبه لك قشطه تدعي لها دعوه حلوه. درجة حرارة الفرن 180، ندخل دي الفرن، يلا بينا. حلو الكلام، ماشيين لغاية دلوقتي زي الفل يا عم الشيف، ما قصرتش معانا، اهو دي مكانها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بص على الحلاوة، بص على الفطير المشلتت من الفرن. نقفل الفرن، يلا بينا. نخش على اللي بعده. في حاجة معايا هعملها دلوقتي. تورتة الرنجة سايبها للآخر كده اعملها على الرواق، بما ان انا بعشق الرنجة، عشقي الرنجة، فعايز اتدلع معاها كده واخد وقتي في عمايلها مع بعض، ايه رأيكم؟ شوف مقادير مهرجان الرنجة النهارده مع بعض على الشاشة. معايا رنجة كمية يعني، ومعانا جزر، معانا خس، بصل أخضر، جرجير، برتقال، مايونيز، كل ده، بيض مسلوق،
كل ده. حلو، اروق الدنيا كده عشان مش عايز الزحمه دي. ونجيب قالب حلو زي ده كده بتاع التشيز كيك كده عندك. لو ما عندي، لو مش عندك ما تشتريهوش، انا مش عايز السنه تخش جوزك يزعل منك. اكتبي له لستة قد كده وورقه قد كده وتبعتي له رساله على الواتساب كل سنه وانت طيب يا حبيبي وشويه قلوب، وفي الاخر تجي بدي له قد ايه المدفع. هات وهات وهات حبيبي كل سنه وانت طيب. كل ما الراجل كل سنه وانت طيب بتضحكوا اهي كل سنه، ما هو الراجل هيعمل ايه؟ فاحنا عايزين نبدا السنه الميلاديه كده ايه، بتبداي توري انك انت شاطره. حلو الكلام معايا؟ جزر مبشور اهو، خلي شويه عايزه معانا. جرجير، يا سلام على الجرجير اهو. ومعانا السطور بتاعنا، ونكسر الجرجير ده مع خس وحاجات حلوه كده. يلا بينا. فكرني بالفطير اللي شالتت يا مخرج، ربنا يوعدك بزياره النبي. ده جرجير. اديني خمسه. ادي جرجير معانا، خس حلو. لقيت خس بلدي موجود، الله تسلم ايدك يا حاج ام شهد، المساعده بتاعتي يتعبوا معايا والله. ده خس بلدي كل ده مع بعضه. دي سلطه بقى ما اقولكيش، هتدعي لي. كل ده هنا يا عم الشيف. ايه تاني معانا؟ بصل اخضر، يا جماله هات البصل الاخضر ده. الدنيا كده شايف هنا يا شباب؟ شيل دي يا عم ملاح حبيبي. ايه قول لي اللي انت عايزنا اشيله اشيله، احنا نجتهد ونعمل حتى اظهار الصوره الجميله. ده البصل الاخضر بالشكل ده كده. برضو مش مطلوب منك الفراسه وتمسكي السطور بتاعك ولا لا، انا عايزك تقف في رايقه كده. انا بعمل شو علشان احببكم في انك انت تتابعي الايه البرنامج بتاعي، انما انت تقف في المطبخ مش هتقطعي الكميه دي كلها، ما اعتقدش يعني. حلو الكلام معانا. مايونيز هنا كده، الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. معانا رنجه اهي، حبيت الرنجه دي زي ما هي كده اهي بايديا كده، كسرها كده مش بالسكينه، عايز انا اشوف طعم الرنجه وحلاوه الرنجه بالشكل ده كده. نساير نساير، شفت زي ما انا شغال كده. حلو، كل ده زي الفل يا عم الشيف في قلبيها. معانا طحينه تسلم ايدك يا عم الشيف، كل ده زي الفل. معانا بطاطس بوريه، الشيف بقى هيبدا ايه يتكلم كلام صح. بطاطس بوريه معانا ايه؟ معانا القالب بتاعنا الحلو ده كده. هنيجي في القالب ده كده بشويه زيت، بنعمل التركايه دي. ده زيت اهو، زيت زيتون، الجناب، الحواف، وناخد البطاطس دي كده، اشيل دي من هنا واشيل دي من هنا، وناخد البطاطس دي كده، بنعمل أرضية للفطيرة ونسويها عشان المفاجأة. تورتاية كده، ثلاثة تعريفة، ثلاث حبات بطاطس كانوا في التلاجة جبناهم فردناهم سوري قشرناهم، وبعد ما قشرناهم ايه اللي عملنا فيهم؟ سلقناهم. بطاطس تتسلق وهي متقشرة، خلي بالك. ليه يا عم الشيف؟ هو ده السؤال بقى الحلو، لأنك انت لو سلقت البطاطس بالقشرة بتاعتها وجيت قشرتيها عشان تهرسيها مش هتديك القوام اللي انا عايزه ده. هقول لك هنعمل ايه دلوقتي حالا. قالب زي ده كده، زي ما انا شغال كده. حلو، دي بطاطس معموله بزيت زيتون، معايا الخضار الحلو اللي الشيف قطعه هنا، معاه طحينه، حط شويه طحينه كمان، حط زيت زيتون، مش ملح، ملح الرنجة أو تمليح الرنجة كفاية، خلي بالك ده مهم جدا. تحطي ليمون،
نحط شويه بقدونس ونقلب يا عم الشيف الخليط ده كله مع بعض بايدينا. تقليش بقى الشيف ما بيستخدمش لا لازم دي تتقلب بالايد عشان الخضروات الورقيه دي تنسجم مع طعم الرنجه والرنجه مع الطحينه مع المايونيز كل ده مع زيت الزيتون يبقى فيه انسجام لان الخليط ده هيروح في حته دلوقتي جه حلو قوي زي ما انا شغال كده شفتوا الخلطه دي هي دي انا بعمل تورتايه دلوقتي هناخد الخليط ده عم الشيف زي ما هو كده بتفاصيله نحطه هنا الله ونكبس خد بالك تاني ونكبس بالله عليكي ما تسيبيش القصه وتسيبي الحكايه وتسيبي المضمون وتقولي كل ده والشيف ابن حلال ادواك انا من ام علي دي تستغرب ان انا عامل ام علي بالفطير المشلتت شفت انا عملت ايه دلوقتي القالب واضغط جامد يا عم الشيف واضغط جامد يا عم الشيف كده كده المفروض علميا وطهويا دي تخش التلاجه بس انا هستاذن مخرجنا الجميل حبيب قلبي البي له طلبه اطلع الفطير المشلتت ويشوفه ويغازله وفي الاخر يطلعني فاصل صغير عشان نرجع نشوف مع بعض الدنيا تبقى رايقة ايه ده شوف الحلاوه بالله عليك شوف الفطير المشلتت اتعمل ام علي ازاي شوف اللون الحلو بتاع القشطه حلو ده اللهم صل على النبي حكايه تسلم ايدك يا عم الشيف دلع بص ام علي ام علي بألف هنا وشيفة اللي هياكل منها فطير مشلتت جربي تعملي ام علي بالفطير المشلتت شوفوا بقى المفاجاه بتاعت الشيف المغازي ويجعلها سنه سعيده يا رب وسنه عسل على كل اللي بيشوفونا يحل الفطير المشلتت بما ان فيه علاقه قرب وساقه ما بين العسل والفطير الله ام علي تبقاش ام علي اسمها الحاجه ام علي الست ام علي يا بخت ام علي وعلي ناخد بعدين نطلع فاصل بمناسبه العسل على ام علي ونرجع بعد الفاصل نشوف تورته الرنجه على طريقه الشيف المغازي اهداء لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه ازاي نستقبل السنه الجديده بافكار جديده والكلام ده حصري على شاشه القناه الاولى او هتروحوا بعيد تابعوا لي هذا لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيره ولكن معاني كبيره وطعم جديد احنا دايما طول السنه في 23 نقول ايه تفاصيل صغيره ومعنى كبير وطعم جديد كل ما انساها استاذ ملاح المصور الجبير يفكرني بيها انا مش بنساها طبعا بخش في تفاصيل المواضيع انا بحكي لكم طبعا عن ايه الكواليس اللي بتحصل وانا بجهز نفسي كده وبقول بقرا بسم الله الرحمن الرحيم في سري يقول لي الشيف نقول له نعم يقول لي تفاصيل صغيره ومعنى كبير وطعم جديد اقول له شكرا شفت بقى التعاون شفت الحب هو ده اللي انا عايزه الجار لجاره الصاحب لصاحبه في الشغل نتكلم في حق الغير خليها سنه كده نقف قدام المرايه وحاجه اسمها لحظه صدق مع النفس انا دايما بعملها ظلمت حد جيت على حد اتظلمت لحظه صدق مع النفس احفظيها دي المهم انا هعمل دلوقتي تورتايه وسايبها للاخر برضه عشان برضه معايا اخراج وبيفاجئوني يقول لي يا شيف معاك ثلاث دقايق اقعد اعيط انا بقى لا خالص بقى الدنيا رايقه وزي الفل معايا وعايز اعمل الرنجه دي باشكال جديده كده وبافكار جديده واحنا شغالين مع بعض هعمل رنجه مقليه لان بنتساءل على السوشيال ميديا يعني ايه رنجه مقليه انا اعرف فراخ مقليه سمك مقلي جمبري مقلي انما رنجه دي ما اكلتهاش قبل كده وهعمل رنجه مخليه ورنجه مشويه كل ده مع بعض مع التورتايه الحلوه اللي انا حاططها في قلب السرفيز اللي احنا عملناها قبل الفاصل تشكيله من الخضار وبطاطس حلو الكلام هنبدا الاول نعمل ايه بقى معايا بطاطس بوريه خدت نصها خدت نصها النص الاولاني لوحده كده من غير اي حاجه بالشكل ده كده هنعمل سمايل حلو كده لبابا نويل دي الدقن بتاعته بالسلة ونعود ولادنا يعملوا الحاجات دي فين في المناسبات مش هنخسر حاجة
حلو. وده ايه بقى؟ قولوا لي. هو ده. اه. بالله عليكي انا مش ريحتك من حاجات كتيره، تروحي تجيبي تورتايه بكام؟ نعمل شنبه. عيونه. خد الشكل، الحبيتين الزيتون ادوا له شكل تاني. ها؟ شفايفه الحلوه. عجبتك الفكره؟ ادعي لي بقى دعوه حلوه، ادعي لي دعوه حلوه بالله عليك. هو ده جاي الصوره حلوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والله انا ما بصدق ان تطلع معايا كده. حلمت بيها، صحيت الصبح عملتها. حلو، تعالوا مع بعض نكمل. رين جماليه، خش في التقيل. الاول ناخد الخس بتاعنا ده كده، والكرنب الاحمر ده كده. احنا بدانا الحلقه قلنا ايه؟ لازم بتعملي اكل النهارده واطباق النهارده واخده روح السنه الجديده. لو بالكب كيك، عشان كده بس برضو نبقوا فاهمين، لو هتعملي حتى شويه كب كيك واخدين روح السنه الجديده، الاحمر والابيض. اه. حلو. وعلى فكره يعني الاحتفاليه والجو ده البعض بيهتم بيه والبعض مش بيهتم بيه، عشان نبقى برضه واضحين وصادقين مع بعض. ولكن احنا اولادنا بنفرحهم، واحنا المصريين للامانه دون الشعوب الاخرى. انا سافرت العالم كله بحكم شغلي. حلو؟ دون الشعوب الاخرى، نحب الفرحه، نحب الابتسامه، نحب اي سبب ونبدا نفرح ونبسط وكلنا زي الفل. ماتش كوره تلاقي الناس في الشارع حفله ودنيا. مصر بتلعب مع اي دوله تانية مع انهم ببلد تانية، تلاقونا بنفرح وبنهيص. هو ده الشعب المصري. عشان كده العالم كله يقول لك يا اخي انتوا بالله سبحان عندكم كذا، بس انتوا شعب طيب. بينهي الجمله وينهي المقوله بس انتوا شعب طيب، فدي حاجه حلوه الحمد لله رب العالمين. اه. ده بصل، ده قصدي سوري خس بلدي. ناخده كده. اه. يستاهل يقعد في الجنينه الحلوه دي. حلو؟ نبدا بقى ايه؟ نوزع شويه حاجات مع بعض كده. معايا رنجه بالشكل ده كده، هقلي حبيتين زي ما هي كده، اشيل بطنها بسكينه صغيره، ده الطبيعي. اخبار الزيت ايه؟ حلو، جاهز. نفتح بطن الرنجايه دي كده سكينة صغيرة كده ونطلعها كده، ما تتغسلش. ها؟ نفس القصة. برضو كده. ده فيها بطروخ دي؟ لا لا لا، خليك خليك. ولا أقول لك تعالى تعالى، أنا بحبك. يا سلام، ده لما تفرميه مع طحينة وليمون وزيت زيتون في قلب الخلاط، ده مكانه هنا أهو. بطروخ ده حلو. اه. في واحد كمان مرزه، ادي الارزاق، ممكن نلاقي خاتم سليمان جواها. تضحكي؟ اه. مرزه. اه. هتلاقي واحده بطرخه واحده مش بطرخه عادي يعني. حلو. ودي برضه بطروخ، ده ما يترميش. هناخد الرنجه دي بعد التقطيعه الحلوه دي كده، ونشيل ده كده. كل الحاجات دي واحده واحده مع بعض. اعلمك ازاي تقلي رنجه. ملمس الرنجه بطبيعته ناعم زي اي سمكه، بس دي طبعا ايه بننضفها والجو ده كله. انا بحب الجلده بتاعت الرنجه لان فيها التبخير بتاع الخشب او نوعيه الخشب. فهنعمل ايه يا عم الشيف؟ هتخترع انت حاجه انا عارف. معانا بوله، البوله دي بنحط فيها 2 بيضه. انا بس عايز اوصلك فكره انك تعملي رنجه ماليه ازاي. حلو. بنحط ليمون على البيض، سنة شبت صغيرة على البيض، شوية دقيق ونشا على البيض. بجد يا شيف انت هتعمل اختراع حلو. ودقيق كمان. كل دول مع بعض مع فص توم على البيض، ونقلب كل دول مع بعضيهم. حلو الكلام؟ لا انا مش هحط حليب، هحط ميه او نحط مياه غازيه زي ما انت عايزه، يا ميه يا مياه غازيه. اه.
ده اذا احتاجت يعني. الخلطه دي حلوه قوي. ما تحطيش ملح من فضلك، انا حطيت ليمون والليمون بيشيل الزفاره. هناخد الخلطه دي ونلمس على الرنجه بالشبت بالثوم بالتفاصيل دي كلها، وناخد الرنجايه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نعمل الحركه دي كده تاني. بص انا شغال ازاي. بص 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 هنا هنا على السلسله، ونفس القصه على السلسله اهو، على السلسله اهو، وناخدها كده زي ما هي كده بالراس بالديل، وتنزل على البقسماط تاني كمان واحده اهو، خدها كده اهو اهو. يلا بقى، حصري وحقوق الطبع لدينا بس، وسنه جديده بنبداها بحاجه جديده، رنجه مقليه. يلا بينا على الزيت. الله الله على الجمال، الله على الجمال، الله على الحلاوه. بالله عليكي مع بدايه سنه حلوه والكدبه حرام، تقليها وتقولي رايك فيها. ولادك هيحبوها على فكره، بس نعملها بنفس الطريقه دي اهو، تفتحها كده من عند السلسله وبنفس الطريقه بس خلاص. ده نوع من الرنجه. النوع التاني من الرنجه، نروق الدنيا. معلش يا استاذ رحاب انا عارف الوقت ها، بس معلش انا لولا الملامه يعني اقعد اشتغل لغايه لما سنه 25 تيجي. روق الدنيا دي كده معانا بيض مسلوق، لازم الطبق ده يضحك. جنب البطروخ تاني. يا نعمة، الله ربنا يكرمك يا رب وتزور النبي. قولي امين يا حاجة. ماشي طيب حلو. عايز اضربني في النار يا راجل. الرنجه، لا بص على الرنجه، لا لا لا، بص سيب اللي في ايدك كله واقف عند الرنجه، بالله عليك. ده راح يتسجل فين؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي، يوه ده. يلا بينا، يلا بينا. شفت حد شاف الرنجة دي قبل كده؟ بالله عليك دلعها يا اخي، ما تزعلنيش منك، هو ده. جربيها ها، بس بالله عليك تدعي لي. يا بختك يا بابا نويل. شفت ازاي؟ شفت الدلع ده؟ لسه ما خلصتش انا. معايا رنجة بخلية اهي، نساير نساير زي دي كده، ومعايا برتقان. شوف هعمل ايه بقى دلوقتي حالا، هوريك حاجه حلوه برضو واحنا مع بعض كده. هنجيب شرايح برتقان، طريقه بسيطه وحلوه هتعجبك قوي على فكره. دلوقتي لا انا عايز اعمل دي ضروري بالله عليك. بس خلينا اولع النار الاول عشان في حاجة مهمة دي بهديها للسادة المشاهدين حبايبي. سخان يا نار، خلونا نطلع ده كده. حلو والله، مرزة اقسم بالله العظيم، مرزة لقيتها اهي اللي بدور عليها، سخنة معايا. هعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا برتقال. حلو، تعالوا نشوف ازاي الشيف هيعمل رنجة. ناخد البرتقال ده كده، نفس القصة، دي مش برتقانة، دي استفنداية. يبقى عملنا الرنجة مشوية بالبرتقان، ورنجة سلطة، ورنجة تورتة. الطاسة الحلوة دي كده بناخدها، شوية سكر. يا دلعك يا دلعك يا دلعك،
صلى على الحبيب قلبك يطيب اهو ده سكر حلو وعلى السكر ده زبده الابداع اختراع ها دي حاجه جديده ها اهداء زي ما انا شغال كده دي زبده معانا برتقان شفت الجو ده كده معانا الرنجة المخلية لا لسه معلش نقلبها كده نقلب دي كده كرملة البرتقال مع الرنجة نقلب ده كده عايزك وانت بتاكل الرنجة دي بقى تعلميها كده مع البرتقانية مع الرنجاية على طول في بق واحد وراها قطمة بصل اخضر اه والله العظيم هرص دي وامشي واجري مش هتشوفيني في الاستوديو زي ما انا شغال كده حلو هناخد بعدين دلوقتي دي كده ونغرف دول كده مع بعض شوف الحلاوه دي بالله عليك اهو رنجه بالبرتقال الف هنا وشفا كل عام وحضراتكم بخير 2024 سنه سعاده وسنه خير على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا 23 راحت بمشاكلها بحلوها بكل شيء عايزين نبدا سنه حلوه بالحب التصالح التسامح الجار لجاره الاخ لاخوه الصاحب لصاحبه يعزمه على اكله رنجه حلوه بالشكل ده كده عملنا فطير مشلتت ام علي من الصعيد الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره عملنا تورتايه من الرنجه فيها كل التفاصيل عملنا بطايه النهارده بطريقه جديده وحصري لدينا حقوق الطبع وبس عملنا كب كيك للاطفال الحلوين علشان نفرحهم بيه معانا عصير مانجا برضو لطيف وجميل والسلطه الخضراء والبصل الاخضر لازم يكون متواجد بنهي الحلقه بتاعتي كل عام وحضراتكم بخير وبهنئ كل المصريين والشعب المصري الطيب والامه العربيه واخواتي وحبايبي في الاستوديو وكل العاملين في القناه الاولى والفضائيه المصريه وكل المهندسين والفنيين والاداريين كلهم بسنه ميلاديه جديده رؤيا فن ابداع كل يوم بنشوفه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو